السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج أجندة مفتوحة. في المغرب أوشك مهرجان موازين الثقافي الدولية العاشر الذي انطلق منذ أسبوع على بلوغ خواتيمه رغم الأصوات التي ارتفعت منذ فترة تطالب بإلغائه، إذ وصفه شباب حركة 20 فبراير في حملتهم على الفيسبوك بأنه تبديد للمال العام، بينما ظل الإسلامويون يصفونه على الدوام بأنه مدعاة للفاحشة والفتنة والتبذير. أرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا، أنا عمر الطيب وأرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من الرباط رشيد البلغيتي الناشط في حركة 20 فبراير وفي الحملة الوطنية لإنهاء مهرجان موازين، وهنا في الاستوديو عادل الحامدي محرر الشؤون العربية في قدس بريس. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع صورا لبعض الفعاليات المعارضة للمؤتمر والتي بدأت قبل أكثر من شهر من موعد انطلاقه بهدف الحيلولة دون انعقاده. برنامجنا النضالي أولا غادي ينطلق من نهار 23 أفريل وقفة أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للكتاب. الوقفة هي منظم أحد المجموعات الشبابية في فيسبوك، ولكن احنا نلتقي معهم في الهدف لأنه هو من أجل الثقافة. الوقفة هي من أجل ثقافات المغرب وضد الموازين. الشعب يريد إنقاذ موازين. يعني أعجبني عبر الفيسبوك هذه المجموعة من الشباب المغربي المتنور حفظه الله، الذي أنشأ موقعا يطالب فيه السلطات المغربية بأن تلغي مهرجان موازين. يأتوا بالمغنيين والمغنيات من الداخل والخارج من الشرق والغرب فيغدقون عليهم بالملايير، وأغلب الشعب وأكثره يسكن في مساكن لا يسكن فيها حتى الدجاج. احنا مع جميع أنواع الثقافة والفن والانفتاح دون ما استثناء، إلا أننا كنقولوا أننا احنا مع أولويات ديال الشعب المغربي. رشيد البلغيتي، في نهاية هذه الصور للاعتراضات على مهرجان موازين في المغرب، وأبدأ معك رشيد، أنتم يعني مع جميع أشكال الفن والثقافة، لماذا تعترضون على هذا المهرجان؟ نعترض على هذا المهرجان لمجموعة من الأسباب. هذا المهرجان هو مهرجان يكلفنا على المستوى المادي الشيء الكثير، تساهم فيه عدد كبير من المؤسسات العمومية، عدد كبير من المؤسسات الخاصة، لا نعرف تحديدا الرقم للأسف الشديد لأن هذا المهرجان وإدارته تعوزه الشفافية. هذه الأموال تصرف بشكل غير مبرر على مهرجان كبير جدا يستضيف عددا كبيرا من الفنانين العالميين وعدد من المنصات، التي بعد أسبوع لا يبقى في هذا البلد إلا صدى الصراخ، بينما يبقى واقع المغرب يتيما على جميع المستويات بما فيه المستوى الثقافي. طيب ما الضرر في انعقاد مثل هذا المهرجان، لا سيما وأن له فوائد كثيرة، ولا سيما وأن الميزانية المخصصة له لم تستقطع من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم أو الصحة أو للعمل؟ سيدي الفاضل، جمعية مغرب الثقافات هي جمعية لديها قدرة غريبة على أولا أن تعطي معطيات غير صحيحة. كيف أن هذه الميزانيات ليست مستقطعة من ما يمكن أن يذهب في اتجاه سياسات عمومية تعود بالنفع على المغاربة؟ لدينا المكتب الوطني للسكك الحديدية يعطي أموالا، الصندوق الإذاعي والتدبير يعطي أموالا، وهذه مؤسسات عمومية. المكتب الشريف للفوسفات
يعطي أموالا، البنك الشعبي وهو بنك للدولة يعطي أموالا، هذه الأموال هي أموال طائلة، هذه الأموال ليست أولوية تعطى لمجموعة من الفنانين طيلة 8 أمان في 8 منصات. هل لديك فكرة عن تكلفة هذا المهرجان ومن أين جاءت الأموال؟ أنا أقول لك ما لدينا من معلومات حول تكلفة هذا المهرجان. مؤخرا هناك جريدة مغربية ناطقة باللغة الفرنسية اسمها الإيكونوميست حاولت الاتصال بجميع ممولي المهرجان، رفضوا دون ما استثناء أن يعطوا رقم الدعم لأن الرقم محرج. ثم تم استضافة أحد أعضاء مكتب مغرب الثقافات في شدا اف ام وهي إذاعة خاصة مغربية، قيل للرجل هل تعطينا رقما حول المبلغ الذي أعطي لشاكيرا على سبيل المثال؟ الرجل رفض إعطاء رقم بحجة ما أسماه لكونفيدانسياليتي دو كونترا أو سرية الاتفاقية. إذا نحن أمام ظلام مالي وتدبيري على مستوى المهرجان، لا نعرف الأرقام التي خصصت والجميع يرفض إعطائها، كما أننا لا نعرف الأرقام التي أعطيت للفنانين بحجة سرية الاتفاقيات. نحن مواطنون لنا الحق في أن نعرف ما الذي يصرف على مهرجاناتنا، من أين يأتي وكيف يصرف وما هي الوسائط، ما هي هذه الشركات التي بين أموال خاصة وأموال عمومية وما بين فنانين تعطى لهم أموال، كيف يتم اختيارهم؟ دعني أشرك ضيفي في الاستوديو هنا الصحفي عادل الحامدي. أكيد هناك فوائد كثيرة من عقد مثل هذه المهرجانات التي تشهدها المنطقة، يعني في تونس هناك مهرجانات شبيهة، في القاهرة هناك مهرجانات شبيهة، وهي لها فوائد، ليس كذلك؟ نعم طبعا، هو من سوء حظ مهرجان موازين لهذا العام أنه يتزامن مع ربيعا ديمقراطي وثوري وتحرري تشهده المنطقة العربية بالكامل وربما المنطقة المغاربية، هذا من سوء حظ موازين لهذا العام. وكنت أعتقد بأن الحكومة المغربية ربما تكون أعقل من هذا وربما تتجاوب أيضا مع مطالب التأجيل حتى أو على الأقل ربما لهذا العام، مراعاة الأجواء والمناخ السياسي والشعب الذي تشهده المنطقة. وقد سألت هذا السؤال لوزير الاتصال المغربي وهو صديق عزيز الأستاذ خالد الناصري، سألته عما إذا كانت المغرب سوف تجني ثمارا من هذا المهرجان، وقد أجابني بالإيجاب بأن المغرب هو له ورشات مفتوحة في كل المجالات، في مجالات الإصلاح السياسي، مجالات الإصلاح الدستوري، وأن هناك نقاشات جادة هذه الأيام لإخراج دستور وصفه بأنه قليل النظير في المنطقة العربية والإسلامية بالكامل، وقال لي بأن هناك لجان دستورية وقانونية سوف تنتج هذا الدستور الذي وصفه بأنه ربما سوف يكون الأول من نوعه في المنطقة العربية. وقال لي بأن مهرجان موازين هو شكل من أشكال الانفتاح والحوار بين الثقافات والحضارات، وأن الذي يجري في موازين هو مهرجان سنوي تم استئنافه عام 2001، وكان بإمكان المغاربة والأستاذ رشيد بلغيثي كان بإمكانه منذ عام 2009 عندما توفي أكثر من 11 شخص وربما جرح العشرات آخرون عندما كان الفنان الشعبي المغربي يغني في 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 اختتام مهرجان موازين. أيضا كان بإمكان الأستاذ رشيد بلغيثي وربما ممثلي الشعب المغربي في البرلمان، وأعرف أن منهم تيارات إسلامية ربما تناهض مثل هذا المهرجان، لكنني أعتقد بأنه ربما هذا هو جزء من انفتاح المغرب، وربما هذا هي أيضا جزء من تكلفة المغرب. المغرب الآن يعاني من مواجهة مع الإرهاب. قبل أيام نحن تابعنا بكل أسف أيضا انفجارات في مراكش، وهناك استهداف للمغرب في مقهى أرجان في جبل الفناء. أنه كان يمكن للحكومة المغربية أن تؤجل المهرجان هذا العام. نعم. نلاحظ بالمقارنة في تونس والتي انطلقت منها الثورة وأساسا بسبب البطالة فجرها البوعزيزي، لم تلغي مهرجان قرطاج الذي سينطلق بعد أيام، هل من سبيل للمقارنة بين البلدين؟ لا، هنالك المشكلة أن المغرب وتونس كلاهما يعتمد على مصدر أساسي هو مصدر السياحة، وهذه السياحة للأسف الشديد أيضا تأتي من الدول الغربية، وأنه نحن لا توجد هنالك سياحة بديلة، بمعنى أن السياحة العربية لمثل هذه البلدان اللي هي بلدان
بلدان فقيرة من الأساس ولا تمتلك موارد اقتصادية تؤهلها أو ربما تعوضها أو تعطيها ما ربما يعوض السياحة الأوروبية، تجد نفسها مضطرة إلى هذا الانفداع. وهناك أيضا للأسف الشديد هناك تيارات في العالم في هاتين الدولتين، وأقصد هنا المغرب وتونس، هناك تيارات معنية بتشجيع مثل هذه الأنشطة والانفتاح، ربما بعضها لأسباب إيديولوجية وبعضها الآخر أيضا لأسباب اقتصادية وأسباب مالية تحديدا. رشيد البلغيتي، أعود إليك، أنتم يعني حركتهم حركة ليبرالية، طالبتم بإلغاء هذا المهرجان، يلاحظ أن الإسلاميين أيضا طالبوا بإلغائه، أليس في هذا بعض التناقض في أن يعني رؤاكم تتفق وتتقاطع وتلتقي مع رؤى الإسلامويين؟ أولا اسمح لي أن أجيبك على نقطة أثرتها داخل الاستوديو وهي تستحق التوضيح. في المغرب مهرجان موازين لا يشكل وجهة سياحية ولا يشكل منتوجا سياحيا يأتي الأجانب لاستهلاكه أو للفرجة لموازين. مهرجان حميد الغزلان على سبيل المثال هو وجهة سياحية ولديه سياح، وهو مهرجان موضوعاتي، لديه امتداد ولديه مجموعة من الآثار الإيجابية على الواقع الإنمائي والاجتماعي والثقافي في المنطقة. كذلك مهرجان البولفار لديه سياح وإن كانوا داخليين، إلا أنه وجهة ويعمل على دعم مهرجان موازين الشباب. مهرجان موازين حسب الإحصاءات الرسمية مؤخرا أنه خلال العامين الماضيين يعني كان السبب في ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 14%. أجيبك على هذه النقطة. أجيبك على هذه النقطة. فيما يتعلق بمهرجان موازين، فإن سألتني هل هناك زيادة في الوافدين على الفنادق إلى الرباط بمناسبة مهرجان موازين، أقول لك نعم. لكن من هم هؤلاء؟ إنهم مجموعة من التقنيين والفرق التابعة للفنانين والصحفيين الدوليين الذين يؤخذون على حساب الجمعية، وهي التي تؤدي، الجمعية المنظمة هي التي تؤدي تكاليف الإقامة، بمعنى أننا نحن المواطنين المغاربة من يؤدي مال هؤلاء المقيمين الذين يأكلون ويشربون ويتحركون ويتجولون في الرباط. هؤلاء لا يأتون بأموالهم قصد أن يستفيد من أموالهم المغاربة أبدا، هؤلاء استنزاف إضافي للشعب المغربي ولموارده. فيما يتعلق بسؤالك الأول حول تقاطع الليبراليين مع الإسلاميين مع اليساريين في الحراك الشعبي اليوم في المغرب سواء في موازين أو في غيره، أقول لك أولا نحن داخل الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين نرفض أي خطاب أخلاقي أو أي وصاية ثقافية أو فنية، بمعنى لا نقول لا نريد هذا المهرجان ونريد هذا المهرجان بالشكل الفلاني أبدا، نحن مع التعدد مع الاختلاف. ما يحدث على مستوى هذا المهرجان هو أن هذا المهرجان أصبح كلفة أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية في المغرب. هذه الكلفة نريد أن نعلن اختلافنا معها ونريد أن نوقفها. وعندما يأتي أحد بخطاب أخلاقي نقول له الأخلاق نسبية والأذواق الفنية تختلف، لكننا نرى أن موازين هو رؤية فنية عوجاء ومبتورة ولهذا نناضل ضدها. لذا فإن مثلا الشيخ نهاري الشيخ نهاري الذي ظهر في روبورتاجيكم هو ليس عضوا في الحملة، إنه رجل له أفكاره له آراؤه لكننا لا نتقاسمها معه. العمق في موضوع موازين هو موضوع سياسي وهو إشكال سياسي. طيب، إنه استبداد ثقافي يا سيدي. ما تسميه استبداد ثقافي، لماذا لم تلقى دعوتكم على الفيسبوك استجابة من الناس في الاحتجاج على هذا المهرجان؟ يعني الذي يؤمه كما يقال حوالي 200,000 شخص، خلال السنوات العشر الماضية تابعه حوالي 70 مليون شخص. دعنا أولا نتحدث عن السنوات الماضية من مهرجان. أنا ابن مدينة في الجنوب الشرقي للمغرب، في بداية موازين حضرت لموازين، كان مهرجانا موضوعاتيا ينتصر لشعاره إيقاعات العالم، إيقاعات من أمريكا اللاتينية من إفريقيا ومن المغرب بمنصة واحدة.
وسهرة في مسرح محمد الخامس، وهو ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي لدولة من دول العالم الثالث، وتجد هوية تنظيمية لهذا المهرجان. هذا المهرجان في مرحلة لاحقة عرف انعطافة كبيرة جعلته في خصام مع هويته التنظيمية، أصبح مهرجانا تجاريا لا يهدف لأي شيء سوى نوع من البهرجة وإعطاء صورة خاطئة عن الانفتاح في المغرب. دعوتنا لم تجد صدى، أنا أشك في ذلك. أولا لدينا صفحة على الفيسبوك يستطيع أي مشاهد أن يراها، لدينا 33 ألف منخرط على هذه الصفحة في 33 يوما، بما يعني 1000 منخرط يوميا. ولكن كما قلت لك الذين يقومون المهرجان حوالي 200 ألف شخص كل ليلة، يعني هذا فارق كبير. سيدي الفاضل، أولا لدينا إشكال على مستوى صدقية الأرقام ومن يعطي هذه الأرقام. أنا قد أتبنى الأرقام إن أعطيت من جهة محايدة، لكنني لا أتبنى الأرقام نهائيا متى جاءت من مصدر اسمه مغرب الثقافات وهي الجمعية المنظمة. إذا قمت بجولة بسيطة، وأنا أسكن الرباط، على المنصات هذه الأيام ستجد أن هذه المنصات فيها خصص كبير على مستوى الحضور. السيدة ميادة الحناوي في سهرتها الأولى كانت تغني أمام ساحة شبه خلاء، باستثناء بعض السهرات القليلة التي حجها بعض الجمهور، فإن هناك إشكالا حقيقيا جعل الجمعية تعطي الدعوات وتدعو بمختلف الأشكال وتستعمل القطب الإعلامي العمومي المغربي بمختلف قنواته والإذاعات الخاصة والصفحات والصحافة المكتوبة المسيجة بالإشهار كي تحضر جمهورا إلى منصات أصبح رافضا لها. وأقول لك أيضا بما أنني تحدثت سابقا على الكلفة الأمنية، إن ربع جمهور المنصات هو من رجال ونساء الأمن بمختلف رتبهم وأشكالهم. كان طبعا من المفترض أن يكون معنا السيد حسن النفالي أحد منظمي المهرجان، ولكنه لا يرد على الهاتف. معنا اتصال الآن من ماجدة من المغرب، تفضلي ماجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أولا شابة مغربية من مدينة الرباط. أقول للأخ بالغيتي، نحن كمغاربة كشباب مغاربة نريد هذا المهرجان، المهرجان موازين. يقول نحن مواطنين نخفض، نحن فليتكلم عن نفسي فقط، فأنا مغربية شاهدت هذه البرامج، هذه المهرجانات حضرتها، هناك جمهور، هناك تجاوب. يعني هذا لا له أي علاقة بسياسة المغرب أو انفتاح القاطئ أو. نحن كمغاربة فخورون بالنقلة النوعية التي يقودها المغرب بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس الذي نحبه ونقدره ونعزه. هذا كلام لا أساس له من الصحة. كما هنا حقا أن مهرجان موازين شجاع بشكل كبير السياحة الداخلية، فنلاحظ أن هناك من الجنوب من الشمال، هناك مغاربة مقيدين بالخارج، فهذا كلام مغلوط تماما فليعيد إحصاءاته. ونحن وأنا أكرر فأقول أنا مع هذا المهرجان ونريد أمثال هذه المهرجانات في الوطن العربي. سيد رشيد، استمعت إلى ما قالته ماجدة من الرباط؟ استمعت جيدا. ماذا تقول لها؟ أقول ما أقول لها شيء بسيط. أولا أنا لا أتحدث باسم الشعب المغربي، فلست منصبا ولا منتخبا للحديث باسمه. أنا أتحدث باسم مجموعة من الشبان والشابات على الفيسبوك يناهضون هذا المهرجان في مسيرات على امتداد الوطن، رفعوا شعارات ولافتات فيها جمل لا لبس فيها تقول أن هذا المهرجان لا نريده لأنه يشكل ما يشكل. أن تقول هذه الشابة أن هذا المهرجان جيد فهذا رأيها وأنا أحترم رأيها، لكن أن تخلط ما بين المهرجان وما بين الملك وما بين الإصلاحات السياسية، أرجوكم لا تجعلوا من الملك فزاعة، فالملك ليس مديرا للمهرجان، والملك فوق هذا المهرجان الذي نحن نختلف عليه. لأن مهرجان، لماذا سبب اختلافنا؟ فلنتحدث بقليل من الوضوح. ولكن لدينا شركة، اسمح لي جمعية أكمل مغرب، فقط هذه الفكرة. جمعية مغرب الثقافات رئيسها هو محمد منير المجيدي وهو الكاتب الخاص لجلالة الملك، فماذا تقول في هذا؟ هذا هو المشكل الحقيقي. لدينا رجل لديه مركز حساس على مستوى هرم الدولة، قمة هرم الدولة،
ما نطلب من السيد منير المجيدي ومن أمثاله من يتحملون مسؤوليات داخل القصر الملكي أو مسؤوليات سياسية، أرجوكم عندما تدخلون للشأن الثقافي فإنكم لستم فاعلين ثقافيين، وكل مؤسسات الدولة تصبح مجبرة على مجاملتكم، ليس حبا في العمل الثقافي ولا دعم الثقافة ولكن لأهداف أخرى. كل رئيس مؤسسة عمومية هو مضطر اليوم لدعم موازين، لأنه لن يقف أمام رئيس الكتابة الخاصة لجلالة الملك لكي يقول له لا لن أدعم مهما أعلن اختلافه ومهما كانت له رؤية أخرى. أضف إلى ذلك أن 80% أو 70% من الميزانيات المخصصة لدعم العمل الثقافي من طرف مقاولة خاصة أو مؤسسات عمومية تعطى لمهرجان موازين ولجمعية مغرب الثقافات، بينما تبقى كل المبادرات الثقافية على امتداد خارطة المغرب بدون تمويل. الفتات هو الذي يعطى لها، لماذا؟ لأن مبادرات يبادر أو يقوم بها فنانون. سنعود إلى هذه النقطة. ماجدة، استمعتي إلى ما قاله السيد رشيد البلغيتي، هل لديك تعليق؟ نعم لدي تعليق. يقول يعني الموضوع ليس علاقه بالسياسة، وهو في بدء الأمر قال أن مهرجان الموازين هو سياسي، هناك تناقض كبير في حديثي، فأنا أكرر أقول أن الموازين هو مهرجان فني نقطة إلى صدر. والسياسة لها رزق. أشكرك ماجدة على إسهامك معنا، ومعنا أيضا عبر الهاتف بشرة من المغرب. بشرة، مساء الخير سيدي. مساء الخير. للأسف أنا كذلك ضد مهرجان موازين. أنت ضد المهرجان، لماذا؟ نعم، لأنه فساد مالي يا سيدي. ولكنه يعود بالفائدة على البلاد، يشجع السياحة، يشجع الفرق الموسيقية، يروج للمغرب، يروج للأغاني المغربية في العالم العربي، ظاهرة ثقافية كبيرة. لا يا سيدي، إذا كانوا يريدون أن يعمل يعني خير للمغرب فليذهبوا إلى قرى الأطلس وليساعدوا المغاربة الذين يموتون جوعا في الأطلس ويموتون بردا ومن الأمراض في وقت الشتاء. كذلك أنا أعتقد أنهم لا يهم أن هذه الجمعية لا يهمها لا الفن ولا الثقافة ولا تعرف ما هي الثقافة. ماذا يهمها هو أن هي العمولات التي تأخذها عن كل مغني أو مطرب. فأنا لا أعتقد أن أي أحد من أولئك المغنين يأخذون كل هذه الأموال، أعتقد أنهم يقتسمونها كما هو الحال في كل شيء في المغرب. دعيني أشرك ضيفي في الأستوديو عادل الحمدي. عادل، ماذا تقول؟ يعني عندما أستمع إلى هذه الآراء المغربية حقيقة أن هذه هي ربما ثمرة من ثمار الانفتاح السياسي والحريات الموجودة في المغرب والتي يفتخر بها المغاربة، والذين يستطيعون أن ينشئوا جمعيات مثل جمعية الأستاذ رشيد ويعارضوا مهرجان موازين الذي ربما يشرف عليه رئيس لمدير جمعية الثقافات اللي هو الكاتب الخاص للعهد المغربي الملك محمد السادس. أنا أعتقد بأنه الأمر ربما إذا تجاوزنا هذا الجدل حول المصاريف المالية التي يمكن أن تقدم لمهرجان من هذا النوع ولفنانين كبار من هذا القبيل الذين يأتون أو يأمون هذه المهرجان بشكل سنوي منذ عام 2001 إلى يوم الناس هذا، إذا تجاوزنا هذه الجدل حول الخلافات الداخلية المغربية، فإن المهرجان هو رسالة إلى العالم، رسالة واضحة، رسالة سياسية للعالم بأن المغرب هو مغرب منفتح ومتعدد الثقافات، وأنه ليس يعني لا يمكن أن يقع في قبضة الجهاديين أو الأصوليين أو المتطرفين، وأننا كمغاربة منفتحون على جميع الثقافات وعلى جميع الإيقاعات وعلى جميع الموازين، وهذا هو الذي يجري. العملية واضحة أنها رسالة إلى الخارج أكثر منها رسالة إلى الداخل، حتى وإن بدا الداخل مشاغبا كما هي حالة الأخ رشيد وكما هي حال كثير من الذين تظاهروا في الشوارع المغربية. وأنا أعتقد بأنه هذا ربما من الحسنات والميزات التي تحسب للمغرب. بالإضافة إلى ذلك أعتقد بأنه الحوار والجدل الذي يجب أن يجري الآن هو حول السياسات الثقافية وحول أموال المغرب، إلى أين أو في أي مجالات يمكن أن تصرف هذه الأموال، هل تصرف لتشغيل العاطية على العمل؟ سنعود إلى هذه النقطة، فاصل
قصير متابعينا ونعود لاستئناف الحوار. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية، لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا، نستأنف الحوار في برنامج أجندة مفتوحة الذي نخصصه اليوم لمهرجان موازين في المغرب. أعود إليك سيد رشيد في الرباط، يعني هذا المبلغ الذي أنفق على هذا المهرجان في ماذا كان يمكن أن ينفق؟ أعطيك مثالا بسيطا حتى يفهم المشاهد سواء في المغرب أو خارج المغرب في ماذا يمكننا أن ننفق كل هذه الأموال. أولا يأخذ على سبيل المثال مهرجان موازين سنويا من مجلس مدينة الرباط مبلغا ماليا هو تقريبا يوازي 500,000 دولار. هذا المبلغ الذي يؤخذ من هذا المجلس الجماعي يمكن أن يصرف، ونحن دائما نتحدث عن الثقافة، على المعهد العالي للرقص الذي لا يزال واقفا بإسمنته وكأنه بناية شبح على بعد أمتار من مجلس المدينة. أعطيك مثالا آخر، لدينا متحف للفن المعاصر منذ 4 سنوات وهو يشكل إساءة للمشهد العام في شارع محمد الخامس وهو أبرز شوارع المدينة الرباط. لماذا تأخذ من مجلس جماعي كل هذا المال على رأس كل سنة بينما تترك البنيات التحتية الثقافية القادرة على إنشاء المثقف واستدامة العمل الثقافي من أجل ما يسمى بليفينمونسييل، أي حدث عابر؟ ما الذي يبقى وراء موازين؟ صدى الصراخ، بينما تبقى البناية هي البناية والمتحف هو المتحف والمعهد هو المعهد، ويبقى شباب المغرب الراغب في التكوين والعمل على إعطاء منتوج ثقافي يشبهنا كشعب منفتح كشعب مبدع تبقى مغلقة لأنها لم تكتمل أمام ميزانية بسيطة لا تشكل حتى نصف الميزانية التي تكلفها لافتات موازين. أقول لك لافتات موازين، أليس من العيب؟ ولكن أنتم تقولون أيضا أن المبلغ كان يمكن أن ينفق على مكافحة البطالة، هل في رأيك أن الدولة ملزمة بتشغيل الخريجين، لا سيما أن الخريجين في كل الوطن العربي الآن يتوقعون أن الدولة أن توفر لهم فرصا للعمل، هل هذا هو واجب الدولة لا سيما وأن يعني جميع المواثيق الدولية لا تنص على ذلك؟ في الغرب هنا تجد الشباب مما يتخرجون يبحثون عن العمل ويلتحقون بمؤسسات خاصة، لماذا تلزم الدولة بتوفير العمل؟ أولا في المغرب الشغل حق دستوري، وعندما نقول حق دستوري فإن الدولة تتحمل مسؤوليتها في تشغيل الشباب. كيف؟ أولا عن طريق فتح المجال أمام كافة الشباب المغربي للتباري على الوظائف العمومية الموجودة في المؤسسات العمومية بعيدا عن ما نشهده عادة من المحسوبية والزبونية، هذا واحد. ثانيا حتى عندما نقول يجب على الشباب أن يشتغل في القطاع الخاص فإن أيضا الدولة تتحول مسؤوليتها في تأهيل القطاع الخاص بما يجعل الشباب يشتغلون في ظروف جيدة بتعويضات تحترم كرامتهم وإنسانيتهم، وهذه مسؤولية الدولة، وكذلك بتشجيع المبادرة الخاصة من خلال تسهيل المساطير. اليوم في المغرب يقولون لا، ليس لديكم مكان في 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 المؤسسات العمومية، قد أفهموا هذا إلى حد ما، لكن أرجوكم لا تجعلوا الشباب عبيدا في مؤسسات خاصة، لا تجعلوا المقاولات الكبرى
أو أصحاب أو أبناء العائلات الكبرى هم فقط من لديهم قدرة على الولوج إلى مجال التشغيل والمقاولة. هذا تعميم كبير سنعود إليه. معنا عبر الهاتف الآن عزيز الداكي المدير الفني لمهرجان موازين. اتهامات كثيرة وردت في هذا البرنامج للمهرجان وانتقادات بأنه تبديد للمال العام ويعني إثارة للفتن وترويج للفاحشة، ماذا تقول؟ أولا أهلا وسهلا، أقول بأن هذا الكلام غير صحيح، وأقول غير صحيح بأدلة. أولا ليس هناك مال عام في مهرجان موازين، وقد صرحنا ذلك عدة مرات بكل شفافية، وأعطينا بكل كل المداخيل ديال المهرجان. مهرجان موازين خلق واحد النموذج اقتصادي اللي يمكنه باش يحصل على مداخيل. هذه المداخيل هي جاية من مبيعات التذاكر، جاية من الحق التلفزي، بحيث أن أي فنان كيشارك في الموازين كيعطي حقوق البث التلفزي على القناة الفضائية المغربية، فاحنا كنعطيو هذا البث التلفزي بدون مقابل القناة ونقتسم الإشهار معهم. طيب دعني أسألك سيد عزيز الداكي المدير الفني لمهرجان موازين، كم كلف هذا المهرجان؟ 62 مليون درهم بالدولارات، يعني حوالي 62 مليون، أكثر من 7 مليون دولار. أكثر من 7 مليون دولار. يقال إن معظم هذه الأموال بينها يعني أجور الفنانين الكبار الذين شاركوا في هذا المهرجان، وعلى رأسهم شاكيرا، كاظم الساهر، أنغام، عمرو دياب إلى آخره. يا أخي، مهرجان موازين الفنانين اللي كيشاركوا فيه هما كلهم فنانين في جولة، يعني بأن كيعملوا ما كاينش فنان في موازين من الفنانين الكبار ماشي في جولة، كل الناس اللي عندهم محترفين وكيخدموا في هذا الميدان كيعرفوا بان الفنان في جولة الفي ديالو اربع مرات اقل من شي فنان اللي غادي يكون نايم في منزله ونكلمه وخاصو يجمع الجو ويعمل معاه ريهاسز يعني الارقام اللي كيقولوها ارقام ما عندها حتى شي صحه. أنا اللي بغي نشير له هو بأن مهرجان موازين مهرجان مبني على قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر، قيم الدفاع على التنوع الثقافي، قيم كذلك بأن المهرجان مجاني. فما نظنش بأن الناس اللي تكلموا قبل واللي كانوا كيطعنوا فيه قالوا لكم بأن خمسة المنصات الكبرى ديال مهرجان موازين هي بالمجان، وهناك فقط 10% من جوج الأكبر منصات اللي هي بالأداء، يعني 10% فقط، يعني بطريقة أخرى العرض شاكيرا. ولكن أصوات كثيرة سيد عزيز الداكي، أصوات كثيرة ارتفعت تطالب بإلغاء هذا المهرجان في ظل الظروف التي يمر بها المغرب، خاصة بعد أحداث بعد تفجيرات مراكش مقهى أرغانا، والظروف التي تمر بها ليبيا وما تشهده من قتال، واليمن وسوريا وما تشهدانه من احتجاجات، وحتى الناس الذين خرجوا في إحدى التظاهرات التي سمحت بها السلطات كانوا يرددون شعارات كثيرة، من بينها فلوس الشعب فين مشات في موازين والحفلات، إيش نديروا بشاكيرا، بغينا خبزة وكميرة. ماذا تقول؟ نعم سيدي، وأقول بأن هذه الأصوات عندها الحق تعبر عن الرأي ديالها، ولكن هذه الأصوات لا تمثل المغاربة ولا تمثل الأغلبية. الأغلبية كل يوم كيحضر في مهرجان موازين 250 ألف متفرج في كل يوم في 8 منصات، فيعني 250 ألف متفرج
إذا جمعتي الأصوات كلها اللي كتنادي ما غتساوي 10 ديال 10 المرات 10% منه. فالأغلبية هي مع الفن مع الثقافة مع الانفتاح. الأقلية اللي طلبات بإلغاء ولا اللي طلبات باش الناس ما يشاركوش، فهاد الأقلية حقها الطالب، ولكن خصها تحترم الرأي الأغلبية اللي كتشارك. ولكن هاد الأقلية هي بعض العشرات مئات الناس وعشرات الآلاف ديال 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 الجمهور كيشارك في الموازين. نبغي نقول لك كلمة أخرى على ما يجري الآن في العالم العربي. هناك خلال موازين أغنية غيتم التسجيل ديالها، هاد الأغنية غادي تبقى يكون عندها واحد الصدى عالمي. هاد الأغنية من إنتاج كوينسي جونز وغيدوان ومهرجان موازين. هذه أغنية مشتركة للسلام، من أجل السلام. مشتركة للسلام، وكتجمع فنانين من جميع الدول العربية. هل تظن بان مهرجان اللي ما مبنيش على قيم، اللي ما كيحاولش يبين بان الفنان عنده دور في المجتمع ديالو ويمكن يغير الاشياء، غادي 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 يشارك في هذا المشروع اللي ياخذ اكثر من 8 اشهر ديال العمل وفريق كبير ومكتف؟ طيب ابقى معنا سيد عزيز الداكي. كما عرضنا مستمعي ومشاهدي الأكارم صورا لفعاليات معارضة المهرجان، نعرض عليكم الآن صورا لجانب من الفعاليات المحيطة بالمهرجان والمؤيدة له. اليوم يا رب يكونوا بكثرة وادعوا معايا. الأمسية ديال أسماء النور بس في المستوى كانت راقية مزيان، رائعة رائعة، والله يحفظها المغرب. وميرسي الموازين اللي جابت علينا وشفناها، فرحانين بهذه السهرة ونتسناو القادم باش ندوزو سهرة ممتعة إن شاء الله. أحس بلدي الرائع المغرب وجمهور راقي جدا وسعادة وشرف لكل فنان أن يغني أمام هذا الجمهور حقيقة. كاظم الساهر في نهاية هذه الأصوات التي عبرت عن فرحتها الغامرة بالمشاركة في مهرجان موازين. أعود إليك سيد رشيد البلغيتي، يعني لماذا هذا التدخل من جانبكم في حياة الناس؟ لماذا لا تتركون من يريد أن يذهب إلى هذا المهرجان أن يذهب، لا سيما وأن استمعنا إلى جميع هذه الأصوات التي عبرت عن فرحتها، لا سيما وأن العالم العربي يمر الآن بحالة من النكد والأحزان؟ يعني هذه أصوات فرحة تغير المشهد قليلا. أولا سيدي، نحن لا نتدخل في اختيارات الناس ولا في أذواقهم ولا نحجر عليهم. لكل مواطن الحق في أن يختار ما يريد. نحن نعلن اختلافنا، لكني أريد أن أوضح لك شيئا ردا على السيد عزيز الداكي مدير المهرجان. الرجل قال شيئا مهما لابد من التعليق عليه، قال أن هؤلاء الناس يشكلون أقلية، وهو ومن معه ومن يدعم المهرجان يشكل الأغلبية. لا أعرف على ماذا اعتمد كمقياس أو كمعيار علمي أو موضوعي، لكنني لا أستطيع أن أقول لك موضوعيا عدد الأغلبية. الذين شاركوا في المهرجان حوالي 200,000 شخص يوميا يتوجهون إلى هذه الحفلات. وأكد أن مطلب إلغاء مهرجان هو مطلب شعبي على امتداد خارطة الوطن في مسيرات تقودها حركة 20 فبراير على مستوى أكثر من مدينة وإقليم. فبالتالي الحديث عن 4,000 يحضرون 8 منصات، أنا لم أذهب لا لأحصي هؤلاء ولا أولئك، لكنني أقول أن منطق الأغلبية والأقلية هو منطق غير صحيح. ثانيا، الرجل قال هؤلاء الناس هم عشرات ولهم الحق في التعبير. سيدي، لقد وقفنا بشكل حضاري وسلمي
بمناسبة سهرة موجة، وهي سهرة قبل موازين بأسبوع تنظمها جمعية مغرب الثقافات قرب منصة أبي رقراق. الدقيقة الأولى وقبل رفع أي شعار تعرضنا للضرب المبرح وللسب والقذف ولممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية. أسبوعا بعد ذلك ذهبنا إلى شارع فهد ولد عمير بحري أجدال أمام مقر جمعية مغرب الثقافات. قبل الوقوف هجوم شرس على شبان وشابات لا يحملون سوى شعارات ولافتات ويريدون بشكل سلمي أن يقولوا لماذا يختلفون، لكن جاء الأمن فتعرضوا للضرب وسالت دماؤهم على الشارع ونقلوا إلى المستشفى. هل هذا هو احترام الرأي؟ هل هذه هي المساحات التي تعطى للتعبير عن الاختلاف؟ أقول لك شيئا آخر، أنا كنت مدعوا إلى حلقة مباشرة على إحدى القنوات التلفزية المغربية بمعية السيد عزيز الداكي. أسبوع من التنسيق وفي الساعة الأخيرة يتصلون من هيئة التحرير لهذه القناة يقولوا لنا لسيد البلغيتي نعتذر، لقد اعتذر السيد عزيز الداكي عن الحضور. ولكنه طيب شارك الآن معك وهو موجود معنا، دعنا نشرك في الرد عليك. لا أكمل لك فقط شيئا مهم فيما طيب يتعلق بإنتاج القيم باختصار. فيما يتعلق بإنتاج القيم باختصار شديد فيما يتعلق بإنتاج القيم. أولا قيمة العدالة والولوج إلى التمويل تضربها جمعية مغرب الثقافات لأنها تأخذ خيرات هذا البلد لمهرجان برؤيتها وتترك الساحة الثقافية عراء. ثانيا عدوا إلى رسالة وجهها مدير شركة طاقة الذي يشتغل في الجرف الأصفر والذي قدم استقالته يعترض على مجموعة من النقاط من ضمنها فرض إتاوة هي 5 ملايين من الدولارات تعطى فرضا لمهرجان موازين حتى تتمكن هذه الشركة من الاستثمار في المغرب. هل هذه هي التنافسية؟ هل هذه هي القيم التي ينتجونها؟ طيب نقاط كثيرة أثرتها سيد عزيز الداكي المدير الفني لمهرجان موازين، بماذا ترد على سيد رشيد البلغيثي؟ أولا نبغي نطرح له سؤال، كم عدد هاد الناس اللي عزلوا وقفاش احتجازية أمام مقر مغرب الثقافات؟ العدد ديالهم وكنقولها للمستمعين 20 شخص، فهو كيتكلم كأنه البلد كله ضد المهرجان والناس اللي عملوا الوقفة الاحتجازية هما 20 شخص. طيب حتى نكون هل هذا يبرر ضربه؟ حتى نكون منصفين، حتى نكون منصفين سيد عزيز، 20 شخص هو يقول ان السلطات لو سمحت بخروج الناس لخرجوا بالالاف، ولكن لان السلطات لا تسمح بخروج الناس. يا اخي منطق غريب. تعرف بان حركه 20 فبراير ليست كلها ضد مهرجان موازين، بل كان هناك لقاء وكانت مناقشة حول الموضوع باش يخرجوا بواحد الكلمة موحدة في الرباط، وكانوا حاضرين فيه الصحفيين، والرأي الأخير كان كل واحد فيهم غياخذ الرأي مع الضمير ديالو، ولكن لا ليس هناك قرار موحد. فهذه أول حاجة، يعني فاش كيتكلم بأن حركة 20 فبراير كل ضد مهرجان موازين وماشي غير مهرجان موازين، فهذا خطأ. ثانيا فاش كنشير بأن 250 ألف من الجمهور كتجي كل يوم المنصات، ما خصناش نمشيو بأن كاين 20 مليون متفرج على التلفزيون كذلك. فكنظن بأن إلى جينا للمعادلة ديال الأغلبية الأقلية، فهذا الأخ هذا كيقول كلام. هذا الأخ سميتو رشيد البلغيتي. رشيد البلغيتي ما كنت غتعرف أمك وخالتك. لا دعنا نلتزم يعني بأدب الحوار سيد عزيز الوالد. أنا أحتج من العار ومن العيب أن نسمع من مدير مهرجان يتحدث عن الثقافة وعن إنتاج القيم سبا وقذفا على المباشر.
هذا ليس من العيب. نرجوك من العيب. أنا أتكلم معك بكل أصول اللياقة. أرجوك تحدث معي باللياقة والأفكار. التطرح تطرح أفكار يا رجل. يا أخ عزيز الداكي لو سمحت يعني رجاء التزم بأدب الحوار. أنا ما كان عرفوش هذا الأخ ما كان عرفوش. ما عرفش الصفه ديالو ولكنه معروف ماذا كان ماشي يعني. مهم سميتي رشيد البلغيتي وعندي صفه في هذا البرنامج وانت ملزم انك تتكلم معايا بادب كما كنتكلم معك بادب انا كنتكلم معك باحترام وكنقول لك الاستاذ عزيز الداكي مدير مهرجان موازين ارجوك بقى على مستوى اللياقة الله يخليك الله يخليك وانا مواطن مغربي تعرفني او ما تعرفنيش ماشي مهم لو سمحت لو سمحت طيب تفضل عزيز الداكي تفضل تفضل اكمل وجهه نظرك فهمتي فيعني المعادلة ديال الأغلبية الأقلية هذه معادلة خاطئة وغلطة جدا فإذا كان هناك بعض الأصوات تبغى تعرف رأسها بس تهجم على مهرجان الموازين من حقها ولكن هذه الأصوات خصها تحترم الأصوات الأكثر تعددا الأكثر تمثيلية وتحترم حقهم باش يخرجوا تحترم حقهم فاش يكونوا مختلفين معاهم تحترم حقهم في اي شيء فهذا الاخ قال لك انا ما تناقش انا مشيت الحوار مع الناس ديال 20 فبراير لانني كنامن بان المناقشه بان الشفافيه مهمه باش يكون هناك معنى وتناقشنا معاهم في جريده المساء اللي هي جريده الاكبر انتشار في المغرب وكان حوار جاد بكل شفافية تكلم ناس معناهم يعني ما كاينش شي مسألة غادية تتخطى هذا ما كاين طيب سيد عادل الحامدي أشركك في النقاش لا سيما وأنه احتد نوعا ما تعليقك يعني حقيقة وقد استمعت وقد استمعنا إلى كلتا وجهتين نظر في المغربيتين أجدد دائما موقفي أنني كنت أعتقد كمحب للمغرب وكمتابع للشأن المغربي كنت أعتقد بأن المغرب ربما أكثر حكمة وربما يستجيب لمطالب الشعب المغربي وربما يستجيب لمناخات الشعوب الثائرة إذ لا يعقل مثلا أن يسهر المغاربة على الأنغام الموسيقية العالمية أيا كانت هذه الأنغام وأي كان انفتاح بينما الليبيون دماؤهم تسال إلى جانب المغاربة هؤلاء هم مسلمون نحن والمغاربة ليسوا غالبية المغاربة هم مسلمين وهم اعتقادي أنهم يتعاطفون مع الليبيين الذين تسيل دماؤهم بل حتى مع المغاربة الذين يخرجون بالآلاف من ليبيا وهم الآن ربما موجودين على الحدود التونسية الليبية وعلى المصريين أيضا الموجودين على الحدود الليبية المصرية ومع السوريين الذين يتابعوا صورهم في شاشات البي بي سي والجزيرة والعربية وغيرها من القنوات الفضائية العربية وحتى مع اليمنيين يعني كنت أعتقد أن المغرب ربما يكون أكثر حكمة وعقلانية لكن أما وأن الحكومة المغربية رأت بأن عقد هذا المهرجان ربما يكون أكثر فائدة وأنه سوف يرد الاتهامات الدولية بأن المغرب ربما يكون بؤرة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبؤرة لتطرف الإرهاب وأنه يأتي بعد تفجيرات مراكش بل أكثر من ذلك هنالك أخبار أخرى تعلم أن المغرب يعاني هو أيضا من عزلة بسبب الصراع الحاصل بينه وبين الجزائر وأيضا ضيق في الحال الاقتصادي على الحدود بينه وبين الجزائر فهو يبحث دائما عن أبواب وعن نوافذ تفتح له أبواب العالم وربما من هذا الباب يمكن قراءة أو فهم الموقف المغربي الرسمي وهو رسالة كما قلت رسالة للخارج وليس للداخل على الداخل أن يفهم هذه وجهة النظر هذه ويستوعبها ومن بين الرسائل التي قيل إنها موجهة إلى الداخل أنهم عندي واحد تعقيب على سأعود إليك قيل من بين الفوائد بالنسبة للداخل أن اليوم الأخير من هذا المهرجان أو يوم على الأقل سيقام في مراكش في تحدي للإرهاب وأن 10% من ريع التذاكر
تعطى لأسر الضحايا. نعم. هذا هو الذي يجب على الأخ رشيد ربما أن يأخذ بعين الاعتبار، وربما أنصار الأخ رشيد والذين يعارضون الموقف المغربي من هذا من هذا من هذا المهرجان عليهم أن يأخذوه بعين الاعتبار، وربما يبحثوا عن مبرر، وهو مبرر سياسي ودبلوماسي وربما أيضا اقتصادي وثقافي وإيديولوجي مقبول بالنسبة للمغاربة ومقبول أيضا بالنسبة للمتابعين للشأن المغربي، وهو يعكس عمليا التعدد التعددية الثقافية الموجودة في المغرب والانفتاح الثقافي الذي يعبر عنه المغرب القديم. أشكرك عادل لأن الوقت بدأ ينفد. أعود إلى عزيز الداكي، هل لديك تعليق أخير؟ عندي تعليق يخص العرض اللي غيتقدم إن شاء الله يوم غد في مدينة مراكش، اللي هو حفل تضامني أولا مع ضحايا العمل الإرهابي، ومئة في المئة من العائدات، ولكن ليس فقط 10% من العائدات، 100% من العائدات ديال هذا الحفل غتمشي للعائلات الضحايا المغاربة. طيب أشكرك عزيز الداكي لأن الوقت بدأ ينفد. هل من تعليق أخير سيد رشيد البلغيتي؟ نعم لدي تعليق أخير. أولا أستسمح على حالة الانفعال وهي ناتجة على المستوى الثقافي العالي وإنتاج القيم الذي جسده مدير المهرجان في هذا البرنامج، فهكذا تكون القيم وإلا فلا. فيما يتعلق بالانفتاح في المغرب، المغرب بلد منفتح متعدد، الرجل يرقص إلى جانب المرأة في غنائنا الشعبي في الأطلس لقرون، اليهود سكنوا قرب المسلمين في دواوير المغرب العميق لقرون، نحن منفتحون متعددون. أشكرك ونعشق الثقافة. أشكرك سيد، لكننا ضد موازين. أشكر ضيوفي عبر الهاتف من الرباط عزيز الداكي المدير الفني لمهرجان موازين، وعبر الأقمار الصناعية من الرباط أيضا رشيد البلغيتي الناشط في حركة 20 فبراير وفي الحملة الوطنية لإنهاء مهرجان موازين، وفي الاستوديو عادل الحامدي محرر الشؤون العربية في القدس بريس. وشكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا من فريق البرنامج ومني عمر الطيب، تحية لكم من لندن وإلى اللقاء.